مرحبا. فيلم رعب صادر عام 2021. معكم أبو يوسف من قناة ملخص أفلام. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. بداية الفيلم في بنت مهاجرة غير شرعية عايشة بسكن منزلي وبتحكي مع أخوها وبطلب منها العودة إلى الديار. وبتحدث أمور غريبة وأصوات مخيفة وانتبهت على أقدام مخفية وانطفى الضوء وانقطع الاتصال مع أخوها. وسمعت أصوات أقدام تركض بالمكان بالعلم إنها لحالها بالمكان، راحت لتتفقد الوضع وشافت صندوق بالعلم ما كانش موجود هنا، وهذا الشيء سبب لها الخوف، وهنا كان شخص أو شيء مخيف جدا خلفها. ولما تحرك الصندوق خافت ورجعت لورا وكانت بين إيدين الشيء المخيف هذا وأكيد قتلها. هنا تبدأ قصة الفيلم. هاي البنت اسمها أمبا، مهاجرة مكسيكية غير شرعية تنتقل إلى أمريكا بعد وفاة أمها، واعتادت أن تعتني بأمها المريضة ولا يمكن أن تعيش حياتها زيها زي أي بنت بعمرها. وصلت سكن منزلي قديم لاستئجار غرفة، وهذا مدير المكان اسمه ريد، وداها على غرفتها وطلب منها شهر مقدما وعطته من الفلوس اللي حوشتها، وهذا الشيء ما كانت حسبت له حساب، بس ما باليد حيلة. والسكن كله ما في غيرها وكمان بنت ساكنة تحت منها. وبالصباح وهي خارجة من غرفتها انتبهت في دهان على مقبض الباب، ونزلت وتعرفت على زميلتها بالسكن واسمها فيريا، وكانت غريبة شوي ومش مفهومة وبتحسها خايفة من شيء غير معروف. وأنبا موظفة بمصنع خياطة وكونت صداقة مع زميلة إلها، واللي زيها كانوا مطاردين من قبل الحكومة والشركات اللي بتوظف أجانب من غير تصريح، وهي الآن بأي لحظة مهددة بالخطر وما في حل قدامها إلا ما تطلع على الهوية المزورة، بس كان سعر الهوية غالي ما يقارب 3000 دولار، والمبلغ هذا صعب أنبا تجمعه بالوقت الحالي، بدها شوية صبر. وهذا ابن عم أمها لأنبا وعزمها على العشاء لتتعرف على أسرته، بس زوجته مش مبسوطة بهاي الدعوة وجاملتها غصبت عنها. ولما رجعت على المنزل سمعت صوت خبط جاي من آخر الممر، وآخر الممر في باب عليه قفل، وانتبهت على شيء يشبه المخالب محفورة بالخشب، وأجا ريد ومنحها من الوقوف هنا واعتذرت له وطلبت منه الفلوس اللي أعطت له إياهن أجار الغرفة عشان تقدر تطلع الهوية المزورة، بس للأسف حكى لها أنا صرفتهم على إصلاح المنزل. وطلبت من صاحب العمل أجار عمل شهر سلف، وكانت تحكي معه وهي خجلانة، بس المعفن كسفها وسمعها كلام يسم البدن، وطلبت إنها تشتغل عمل إضافي، والشغل الإضافي بخط الإنتاج التغليف، وهي بتشتغل أنت كمشاهد بتحس بتعبها. وفجأة ظهرت يد ومسكت كتفها، والصوت نفس صوت أمها. وبالظاهر أنبا مستعجل على الهوية لأنه عمها اللي هون شاف لها وظيفة، بس لازم يكون موظف مواطن أمريكي، لأنه أمها بالزمانات كانت عايشة بأمريكا كذبت عليه وحكت له أنا انولدت بأمريكا ومعي جنسية، وكل هذا الحكي شرحت له صديقتها كنسي، وكنسي قررت تساعدها، والرجل اللي بيزور الهويات من طرفها وحكت لها هات الفلوس اللي معك وأنا بكمل له الباقي، وبعد ما تتوظفي بتسديني إياهم ونعم الصداقة. وروحت بطريقها إلى المنزل وهي مبسوطة وكانت تعيط من شدة الفرحة، وفجأة سمعت شخص بيمشي وراها بس ما في حدا. كملت طريقها وبعد ما راحت ظهر شيء أو شخص كأنه بيشبه أمها، ولما وصلت المنزل شافت شخص بضرب راسه باب القبو وسابته وطلعت لغرفتها، والشخص هذا لحقها وكان واقف أمام غرفتها مباشرة وكان يتمتم بكلمات غير مفهومة، وآخر شيء ضرب الباب وراح، وهو اللي كان يحط الدهان على الأبواب. وأنبا نزلت على المطبخ وشافت بنتين وسألتهم راح تسكنوا هنا، حكولها نعم، وأجا ريد وأخذ البنات ليورجيهم غرفهم، واتضح الشخص الموجود بالسكن بكون أخو ريد وهو مريض واسمه بيكر. وأنبا اشتغلت بإنشغال ريد مع السكان الجدد ودخلت غرفته من باب حب الاستكشاف، وشافت على الجدار براويز وداخلها حشرات وفي مسجل صوت لسه شغال، وسمعت كلام غريب ومش مفهوم، والكلام هو تقدم الأضحية وفقا للطقوس، وبعد ذلك ستتقدم إليها المسنين والنساء والأطفال، في المقابل ستنال المباركة. وفي صورة لرجل مع امرأة والرجل مش مبين وجهه منيح، وفي كتاب يتحدث عن تضحية البشرية، وآخر شيء شاف صورة رجل مع بنت وبينهم صندوق واسم الشخص آرث والبنت ماري، وفجأة طلع صوت صراخ من مسجل الصوت وأخاف أنبا ووقعت برواز الصور وكسرته، وحست في شخص عند الشباك وفعلا كان واختفى. وهنا كانت تستنى بصديقتها وحبيبتها وأختها التي لم تلدها أمها كينسي عشان تعطيها الهوية المزورة، بس للأسف اتفاجأت بتقديم استقالتها برسالة بعتتها لتلفون صاحب العمل، يعني بالعربي الفصيح نصبت عليها، الله لا يوفقها، أنا أول ما شفتها قلت عنها نصابة وما حدا صدقني.
ولما طلبت من صاحب العمل عنوانها ما رضي يعطيها، وبكل أدب واحترام أصرت على طلبها. والحمار فكرها بتتطاول عليه وحكالها أنت مفصولة من العمل، ويا حصرت عليها ظلت ترن على كنسي على أمل ترد عليها، بس للأسف كنسي فص ملح وذاب. وأنبا حست إنه الحياة سكرت بوجهها، وياريتها كانت تعرف إنه هاي المشكلة أهون من اللي جايها. وهي بتتحمم سمعت صوت بيشبه صوت فيرا زميلتها بالسكن، وكانت تصرخ وتطلب النجدة، وفجأة ظهر عندها شبه بيشبه فيرا، ولما فتحت الستارة اختفى وطلعت من الحمام وهي خايفة، واتضح انه فيرا غادرت السكن قبل ايام. وريد بده يرجع اجار الشهر لأنبا لانها تحسنت اموره المادية، وحكالها بكرة فلوسك بتكون عندك. وهنا كانت قاعدة بغرفتها وهي خايفة، وسمعت تسجيلات رسائل بصوت امها عشان تنسى الخوف، وانتبهت على فراشة جنبها وقتلتها وكملت الرسائل الصوتية. وفجأة سمعت صوت الفراشة اللي قتلتها لسه عايشة، وطارت لآخر الغرفة، وفجأة طلع بوجهها شبح بهيئة امها، وبالآخر طلع كابوس وصحيت منه. وانتبهت على باب غرفتها مفتوح، والغرفة المقابلها بابها مفتوح وفيها مرة بتعيط، واختفت وشافت أثار أقدام جاية لعندها، ودخلت غرفتها وصوت المرة بتعيط والخوف باين من صوتها، وتقول أرجوك يا ماري لا تفعليها. ظهر شبح مرة كأنه المقصود بماري، وحكت لها لازم أجهزك بلاش يقتلني آثر. وبالغرفة حدث أمور غريبة ومخيفة، وأنبا هربت إلى الخارج ونزلت لتحت وشافت امرأة بتعيط وقاعدة أمام القبو، وكان الشبح خلف أنبا مباشرة، وفي يد وحش مخيفة مسكت البنت وسحبتها للقبو. وفورا أنبا لمن أغراضها ورنت على الواطي عمها وطلبت منه يجي يخذها، والخوف مبين على صوتها، بس هو لا فهم ولا استفهام، وحلقلها على الناشف وحكالها إذا أنت بخطر رني على الشرطة، وهي ما بتقدر ترن على الشرطة لأنها مواطنة غير شرعية فايتة تهريب على أمريكا. وحكت له أنا مش أمريكية، أنا جيت هون بعد وفاة أمي وبدي فلوس ورح أسدك إياهم. هنا بطل يتعرف عليها وطبق الخط بوجهها، وما لها حل غير تأخذ فلوس الإيجار من ريد اللي بده يرجع لها إياهم لتسلك أمورها، بس للأسف ما كان موجود. وطلعت تدور على مسكن والكل طردها لأنها ما معها فلوس، اخص على هيك زمن. وكل ما تحس بالضيق تسمع رسائل صوتية تبعون إمها، والبنت وحيدة ببلد غريب مش بلدها، وأقرب الناس عليها اتخلوا عنها، بتظل تحلم بكوابيس مرة وصندوق بطلع منه إيدين مخيفة. وهنا كانت تستنى بريد عشان يعطيها فلوسها، وأجا ريد بدون الفلوس وحكى لها فلوسك معي بالمنزل، وأنا كنت قريب من هنا لما رنيتي علي، وهسه ارجع معي على المنزل عشان تأخذي فلوسك، ويا ريتها ما وافقت ترجع معه. ولما وصلوا المنزل حكى لها فلوسك بغرفتك روحي هاتيهم، وطلعت أنبا على غرفتها تدور على الفلوس، وللأسف هذا كان فخ من قبل ريد وأخوه المريض بيكر، من كثر ما هو متخلف عقليا خليها تشرب منكر غصبت عنها. وريد ما كان عاجب تصرفات أخوه بس مجبر على ذلك، وحكالها الأحسن إلك لا تفكري بالهروب، وطلعوا من عندها وأجوا البنتين اللي ساكنين معها وكانوا خايفين من أخو ريد. وبالظاهر البنات كان يحلم بنفس الكوابيس وبنفس الصندوق وبنفس المرأة، وبعدين حلمت أنبا بالأموات اللي ماتوا هنا بالمنزل، وصحيت على صوت البنات بطلب المساعدة وحاولت تمنعه بس ما قدرت. وباللحظة هاي أجا عم أنبا شكله ضميره أنبه وأجا يتفقد أنبا، وحاول ريد ينكر وجودها بس شاف جاكيت أنبا وشك إنه في شي مش مظبوط. وأنبا شافت عمها وكسرت الشباك وصرخت عليه، وعمها دفش ريد ودخل المنزل وراح للغرفة وحاول فتح الباب، بس للأسف أجا أخو ريد وضربه حتى خلص عليه، وحكى لريد يلا روح جهز البنات. وبالظاهر بتم تجهيز الشخص ليقدموه أضحية للوحش، وزمان كان أبوهم عالم آثار ولقى الصندوق وجابه معه على المنزل وبلش بقتل النساء ويقدمهم ضحية للصندوق، وإمهم كانت تساعده. والصندوق هذا إذا بتقدم له أضحية أي مرض بجسمك بتعافى، لأنه أخوه كان مريض استلم الصندوق وقدم له أضحيات من النساء. والآن دور أنبا، أجل اللي قد الحيط حملها وراح فيها إلى القبو، والأشباح هذول هم نفسهم النساء اللي ضحوا فيهم، ودخلوا غرفة فيها شموع وصندوق وربطها على الصخرة، وراح فتح الصندوق وطلع وسكر الباب وراه. وأنبا سمع الصوت مخيف جاي من الصندوق، وحلمت إنها عند إمها ونايمة بحضنها، والوحش طلع من الصندوق وأنبا نايمة
وإذا أنبا صحيت قبل ما الوحش يقتلها بتنجو، والوحش برجع إلى الصندوق. والأم بالحلم بتحكي لها ظلك معي هنا، بس أنبا شافت الصندوق وعرفت إنه حلم وحكت لازم أرجع. والأم حاولت تمنحها بالقوة، بس أنبا قدرت تتخلص منها وقتلتها وصحيت من النوم لسه عايشة. والوحش رجع إلى الصندوق وطلعت من القبو وشافت سيف معلق، أخذته وطلعت لعندهم، وهم كانوا يجهزوا بآخر أضحية وفتح الباب، وفورا أنبا ضربته ووقعته للأرض، بس أخوه قد الحمار ما قدرت له وأجا كسر لها إجرها وبده يخلص عليها. أجت البنت دفشته وحاولت تهرب، بس مسكها ورماها من الدرج ونزلت على الأرض ميتة، ورجع لعند أنبا عشان يقتلها وسحبها وهي مسكت أداة حدة، وهنا حاول يخنقها بس ضربته برقبته وحملت السيف لعنت سلسفيل أهله وقتلته. وشافت ريد لسه عايش وذوقته الطعم اللي كان يذوقه للبنات وقدمت ضحية إلى الوحش، والوحش أكل راسه. وطلعت من القبو وشافت شبح ريد، عشان قدمت ضحية إلى الوحش إجرها تعافت وصحتها رجع زي الأول، وكأنها عجبتها الفكرة. هنا تنتهي قصة الفيلم. إذا عجبك الفيلم اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة، قناة ملخص أفلام.